أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا موعدنا اليوم مع أخونا أبو الحكم وحلقة عن خالد بن الوليد سفاح الإسلام الأول. بالبداية خلونا نرحب بأخونا أبو الحكم. أهلا وسهلا فيك أبو الحكم. اهلا بك يا جان، واسلم عليك واسلم على جميع المتابعين في التكس والمشاهدين اللي يشاهدون الحلقه. اشكرك ابو الحكم، اشكرك بصراحه. انا نسيان الصوت في اليوتيوب فاعتذر من اصدقائي. ابو الحكم حبيبنا، خلينا نبدا ب بولادة خالد بن الوليد. من هو خالد بن الوليد؟ كيف نشأ؟ كيف ولادته؟ يا ريت يعني إذا بتعطينا أول شيء نبذة مختصرة عن حياة خالد بن الوليد، عن مين هو خالد بن الوليد، بعدين نبدأ بولادته، شو رأيك؟ تفضل. أوكي، نبدأ بنبذة مختصرة. طبعا أنا سميتها قصة حياة الإرهابي خالد بن الوليد، ولكن جان كان عنده يعني تحفظات لأنه اليوتيوب شوي يدقق في بعض الأشياء فسميناها السفاح بن الوليد. فيعني خالد بن الوليد اللي نعرفه أنه نبذة مختصرة عنه، أنه إنسان كان يعني ألد أعداء المسلمين، وفي فترة من الفترات حارب المسلمين، وبعدها في أحد السنين، أي سنة الهجرة راح نشوفها، أسلم خالد، وبعدين صار الدرع الأول للخلافة الإسلامية أو للدين الإسلامي أو لمحمد. يعني أنا أعتقد لولا هو لما كان الإسلام موجود إلى يومنا هذا. هذا رأيي يعني، لأنه كان العماد الرئيسي للدولة كان يعني. بالضبط بالضبط. يعني يا أبو الحكم، نحن حكينا بالموضوع حتى يعني معركة أحد، لو كان محمد خالد بن الوليد مع محمد ما كان خسر، ولو ببدر كان موجود خالد بن الوليد مع قريش كان ما ربح محمد، وحروب الردة العمود الرئيسي فيها كان خالد. مضبوط مضبوط بالضبط. طيب خلينا نروح على ولادته، يا ريت تحكينا عن ولادته، تفضل. اوكي، طبعا خالد بن الوليد هو اسمه خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي، ولد 30 قبل الهجرة، و توفى سنة 21 للهجرة، اللي صادف 592 ميلادية إلى 642 ميلادية. يعني هو صحابي وقائد عسكري، لقبه محمد بسيف الله المسلول. يعني هذا لقب اسمه لخالد بن وليد، وهذا اللقب سيف الله المسلول يعني ما لقبوا بشيء داعي إسلامي، ما لقبوا بشيء جميل يشرفوا، سيف سمى سيف الله. يعني مثل ما احنا نقول المسلمين انتم سيف الله بالأرض، هم هذا من كان خالد بن وليد السيف الرئيسي اللي نشر به الدعوة. وكأن الله بحاجة للسيوف، يعني للسيف مسلول لقطع الرقاب، فواضح من تسميته سيف الله المسلول. يعني الآن نعرف نحن إذا شخص دخل معركة خصوصا أيام قديمة بدون سيف لا يسوى شيء، يعني الله بدون خالد بن الوليد لا يسوى شيء، يعني ما بسوى نقلة في أي معركة كان. صحيح صحيح. يعني هو اصلا يعني استفاد من الاسلام، لانه لولا الاسلام لم كان بلغت شهرته، ومثل ما يقول راهن على الحصان الربحان. يعني فمشان هيك انا برايي صار مسلم لما شاف انه يعني محمد صار عنده اتباع كثر وهو بقى منبوذ وحده، فقال لك خليه أشوف نفسي يعني معهم. المهم
طفولته يعني ولد خالد بن وليد بمكة المكرمة بين 6 أخوة على أساس ضحكني مولود في مكة المكرمة هيك مكتوب للأمانة يعني ننقله يعني أنت مو تقول محمد صلى الله عليه وسلم تفضل الحكم تفضل مكة المكرهة يلا بين 6 أخوة وأرسل كسار إخوتي إلى الصحراء. اسمع هذا يعني على أساس يلقبوه بمحمد بعثوه للصحراء مع ليعيش مع مرضعته ويعتاد على جو الصحراء الصعب الذي يشد من عوده ويقوي عضله. وعندما بلغ 5 من عمر عاد ليعيش مع والديه في مكة حيث تعلم في الفروسية وركوب الخيل في سن مبكرة، وتميز عن أقرانه بفطنته وحسن تدبيره وسرعة بديهته وذكائه. طبعا راح نشوف انه هذا الكلام يعني كوبي بيست لحياة محمد. قال لك شنو امه راحت اخذته للصحراء حتى يعيش مع اهل الصحراء حتى تقوى بنيته وينشأ نشأة بدون امراض وما اعرف الكلام الفاضي هذا. طبعا وعلى الرغم من هالشي محمد كان مصاب بالصرع وخالد صاحبنا مصاب بالجدري. هسه راح نقراه أصيب من طفولته بالجدري. خالد بن وليد قبل إسلامه لم يرد الكثير في كتب التاريخ شيء عنه، يعني ماكو معلومات كثيرة عنه قبل ما يسلم. ومن المعروف أنه لم يخوض معركة بدر مع المشركين ضد الرسول والمسلمين، على العكس من أخيه الوليد بن الوليد الذي تعرض للأسر في هذه المعركة. وقام خالد بن وليد بالتوجه إلى يثرب لفدية أخاه، يعني راح أخوه أسروه وراح يفديه يعني بمعركة بدر، يعني ينطي فلوس وياخذه. يعني محمد كان أقبض تأخذ أقبض تأخذ، شلون شغل المافيا والمجرمين السفاحين هو هاي كان شغلته، يأسر وتطي مصاري تأخذ، ما تطي يظلوا معانا أو نقتله. يعني يقول لك شارك خالد بن وليد في غزوة أحد وكان قائد ميمنة جيش المشركين، واستطاع بفطنته الحربية ودهائه، هاي ما ننكره طبعا هو كان يعني قائد مشهور يعني، ولكن هذا لا يدل، حتى هتلر كان قائد مشهور، حتى ستالين كان مشهور بذكاء أو سنة بس مجرم. واستطاع بفطنته الحربية ودهائه وسرعة بديهته على تحويل هزيمة المشركين إلى نصر حاسم، كما خاض معركة الخندق ضد المسلمين وكان تحت أمرته 200 جندي لتأمين مؤخرة جيش المشركين من المسلمين، وكان ممن عارضوا دخول المسلمين إلى مكة في صلح الحديبية. يعني كان ضد صلح الحديبية ودخول مكة يعني. بس أنا في قراية في مكان قريت إنه أصيب بالجدري، يمكن راح نجي عليه. رح نرجع بس في عندي تنويه شوي من أصدقائنا بالشات، يعني أتمنى من الأخ أحمد دلال إنه ما بدنا شوية مسألة شتائم ما بدنا إياها، والسيد زايد يعني نحن هون منا فاتحين جامع رايح جاي أشهد أن لا إله أشهد قد ما بدك، نحن هون منا فاتحين مسجد بصراحة يعني، وبتشاهد نعفك مسلم تشاهد على كيفك بس ممكن تتشاهد عندك يعني. وهذاك الأخ الثاني أحمد اللي جاي يسبسب بالله وشي ما بدنا مسبات يا شباب، وإذا في عندك نصايح سيد زايد خبيها لحالك، إذا في عندك شيء هون بدك حابب تكتبه تقول جيب دلائل أهلا وسهلا يعني، نحن ما لنا جايين والله يا ملحدين اتقوا الله اعتقد الله موجود، شلون يعني نعتقد يعني شغلة بالإقناع ولا بالغصب يعني. على كل أتمنى من الأصدقاء
مناقشات عقلانية دون شتائم، أرجوكم بدون شتائم. اللي راح يشتم راح أسوي له بلوك، إن كان ملحد إن كان مؤمن، يعني على حد سواء. واللي رايح جاي أشهد أن لا إله بطيخ، وأنا راح أعمل له بلوك لأنه ماني فاتح جامع هون. نحن جايين نتناقش، اللي حابب يتناقش معنا أهلا وسهلا، اللي حابب جاي هون يعطينا مواعظ ويشتم وأشياء هيك راح أعمل له بلوك ونخلص من الحكاية، يعني ما ناقصنا عالم تشتم. على كل الله مجرم برأيك، بس فيهم شباب مسلمين أخي أحمد، فيهم شباب مسلمين وما بدنا نصير حساسيات. أنا بعرف الله هو بكل الديانات، في إجرام في كل شيء، ولكن نحن هون ما جايين نعمل أي حساسيات بين بعض، جايين نحكي بالعقل وبمنطقية وبس. يعني والأخ ذاك جاي يدخل والله أشهد وأشهد وشهادة، روح في جوامع كتير، روح اشهد على كيفك. يعني نحن بنعرف هالديباجات كلها، فمو ناقصنا يعني. جان خلي نتناقش، ليش لا بالكلام هذا؟ لا لا بالضبط بالضبط، يعني نتناقش، نحن جايين نتناقش، نحن ما لنا جايين لا نعطي لبعض مواعظ، تعطيني مواعظ وعلى الفاضي، بس بدنا نتناقش فيها. على كل على كل اهلا بكل الشباب الموجودين، واحب ارحب بكلياتكم، وبدنا نتناقش، بدنا نصل لبعض بالكلام بدون شتائم بدون اي شيء. تفضل ابو الحكم خلينا نكمل. اوكي احنا طبعا النقطة انا يعني اللي ما اكدت عليها هي انه يعني خالد بن وليد اصيب بالجدري، يعني اصيب بالجدري وحتى ترك اثر في وشه يعني من طفولته يعني. فاذا كان الصحراء مفيد ما كان اصيب بالجدري يعني. فالمهم المرض يجي تكون وين ما تكون يعني، بس هم بيقولوها هيك من شان انه يقربوا من حياه محمد، وحتى ما حتى يقولوا والدة محمد ما تركت. وشوفوا حتى خالد بن وليد عملوا معه هيك يعني. هذا انا أنا يعني ما بصدقها يعني. المهم خالد بن الوليد أسلم سنة 7 للهجرة. يعني بعد أمرك جان حبيت شوية أتطرق إلى الجرائم اللي عملها خالد بن وليد يعني. اوكي يعني هو تفضل على كل حال. يعني في الغزوات هي كان لازم نفصل فيها شوي، بس خلينا نروح على الجرائم تبعت خالد بن وليد. تفضل. اوكي ما انا يعني ممكن الترتيب ما تيجي مثل ما انا بعثت لك يعني رؤوس الاقلام، ولكن يعني مثل ما يقول انا جمع معلومات من هون ومن هون ومن هون من شان اوصل الى حياته يعني. راح نحكي عن سرية خالد بن وليد الى بنو جذيمة. طبعا راح خالد يدعوهم الى الاسلام بمجموعة يعني مكونة تقريبا من 350 نفر. ولما سألهم خالد انتم هل انتم مسلمون، يعني انتم مسلمون؟ قالوا نعم نحن مسلمون يعني. فقال لهم ليش شايلين يعني اسلحه، ليش شايلين وياكم اسلحه؟ قالوا عندنا عداوه ويا قرى اخرى ونخاف يهاجمونا، يعني الدفاع عن النفس، يعني احنا فقط اذا استوجب الامر نستعمل السلاح، واحنا خايفين مشان هيك شايلين الأسلحة معنا. فهو كان خبيث كثير خالد بن وليد. فقال لهم أوكي ما دام يجي يثبتون أنه أنتم ما يعني أنتم ما عندكم نوايا سيئة معنا، نزلوا أسلحتكم وسلمونا إياها، يعني إذا أنتم ما عندكم نية تحاربونا. طبعا وافقوا كلهم إلا واحد منهم قال والله ما أسلم سلاحي. وقال لهم ما تعرفون هذا منه، يعني انتم تعرفون هذا منه، يعني هذا خالد بن وليد
يقصد أن هذا واحد غدار، يعني يعرفوا أنه دائما يستعمل الحيل في سبيل الوصول إلى غاياته. وأصلا محمد ما كان يدز دازه أنه يحارب، يعني كان يريد يشوف شنو قصتهم أو يرجعهم للدين أو هكذا شيء. وطبعا كان على هذا الشخص كان على حق، يعني اعترض على أصحابه لكن ما سمعوا كلامه. وخالد بن وليد قتل منهم الكثير، ووصل الخبر لمحمد وقال ما قلت الشهيرة: اللهم أني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد. طبعا هذا الكلام يعني قال محمد، ولكن بعد فترة، طبعا هذا مذكور بصحيح البخاري الجزء الخامس، يعني صفحة 107 و118 جزء الخامس والثامن يعني. ولكن بعد فترة دز محمد على رأس سرية أخرى، يعني في غزوة حنين. يعني منين أنت تقول أبرأ إليك ما فعل خالد؟ يعني إذا خالد بن وليد لما فعل هذا الشيء لازم تقيم عليه الحد مثل ما يسموه. يعني أنت قتلت ناس أبرياء، يعني هم قالوا سألتهم أنتم مسلمين؟ قالوا نعم نحن مسلمين. ليش تأخذ أسلحتهم وتخدعهم وبعدين تروح تقتلهم؟ يعني ومحمد ما يعاقب نهائيا. يعني هسه راح نشوف حتى ابو بكر جرائم وبلاوي راح يسوي، وابو بكر ما راح يسوي له شيء، فقط عمر كان ضده. يعني طبعا الدعوه اللي يحكي عن، يعني الدعوه اللي دعيت بيه على شو اسمه على خالد بن وليد، وين راحت؟ يعني راحت على الفاضي يعني، ولا عاقبك. وين الحق اللي تريد تطبقه؟ وين السلام والإسلام تريد تنشره؟ يعني المفروض كان يقتله، يعني لأنه قتل ناس أبرياء. يعني هذا تصرف من محمد يشوفك أنه هو عنده أهم شيء الغاية تبرر الوسيلة. يعني ف بس دعا قال يا ربي أنا يعني بريء مما سوى خالد، لكنه راح دزب غزوات أخرى. يعني سويت أنت على الأقل، يعني على الأقل تعزله. يعني هو لأنه كان خالد بالنسبة لمحمد وبالنسبة لأبو بكر يعني قائد من قوات الجيش اللي يعتمد عليهم. يعني لولا خالد يعني كان، أنا برأيي مثل ما قلت أنت، يعني الإسلام أصلا ما كان ظهر بالشكل الحالي اللي نعرفه. مضبوط جان، يعني هنا يشوفنا أنه لا أكو عدالة ولا أكو بطيخ اللي يدعو إلى أنه محمد كان عادل، محمد كان رحيم. هل هذا هو العدل الرسول؟ هل هذا هو عدل الله؟ يعني وإجمالة وراها شارك بغزوة، غزوة تبوك من شارك تحت قيادة محمد، كان كأنه يكافئ على جرائمه. يعني بدل ما تقتله وتقيم عليه الحد لأنه قتل ناس مسلمين مثلك، تقول هذا مهم اللي أخليه. ومو بس هذا، يعني لا تعزله ولا شيء، وإجمالة تنسى على غزوات أخرى. يعني وحبيت أتكلم عن الغزوة، مشاركة خالد بن في حروب الردة، يعني إذا حبيت نذكرها. يعني طبعا إذا شو اسمه، يعني أنا حبيت أتطرق أول شيء إلى مشاركته مثل ما يقول، حتى شو يصير عندهم فكرة السادة المشاهدين. أحكي شوية عن غزوة قبل ما يسلم، يعني لأنه أنا عرجت على أحد الجرائم اللي سواها وتركت الغزوة اللي سواها غزوة أحد والخندق اللي شارك بها. بعد أمرك راح أذكر ذني شوية.
تفضل عبر الحكم. يا ريت خلينا ناخذها التسلسل، يعني الغزوات هي الاولى، بعدين نجي على حياته في الاسلام، بعدين نجي على حياته بحروب الرده، بعدين نجي نشوف الفتوحات. يعني اوكي خلينا التسلسل يكون افضل. يعني اوكي طبعا يعني غزوة بدر كان خالد بن الوليد ما موجود، كان اصلا ما موجود، لا اعرف يعني وين كان، يعني مثل ما يقول احنا ما عندنا معلومات كثيره قبل ما يسلم عنه، وحتى التاريخ ما يذكر عنه كثير، يعني حسب ما الكتاب اللي قريته انه ماكو معلومات. المهم ما كان موجود بغزوه بدر، ولكن في غزوه احد خالد بن الوليد هو اللي قلب دفه المعركه كلها، يعني فاستغل ميمنة الجيش وكان معاه 200 فارس، كان استغل هذه الثغرة اللي موجودة، ومحمد كان حاطط، أعتقد شفتوها في الرسالة، محمد كان حاطط رماة فوق الجبل، إذا أي واحد يحاول يجي يقتحم الجيش انه الرماة يستلموه يعني. فبعدين الرماة اعتقدوا انه المعركة انتهت ونزلوا ياخذون الغنائم، هو اهم شيء عندهم الغنائم سواء كان محمد او اصحابه. هو شنو الفرق عن اسمه قبل كانوا قبل الاسلام جان كان الناس يسوون المعارك وعندهم اهم شيء الغنائم، ياخذون اسرى يعني الاسلام ما غير شيء، يعني العبادات نفس الشيء بقت، يعني يدورون حول الكعبه، هم مداروا حول الكعبه، هذولاك كانوا يدورون نصف عرايه، عرايا كان يدورون، هو سواها نصف عرايا، هم كانوا يدوروا من الشمال إلى اليمين، هو عملها من اليمين إلى الشمال، يعني العبادات نفسها بقت يعني، والمعارك نفس الشيء، هاي كانت موجودة قبل يعني، ولكن قبل كان عندهم الشيم كان يصير أكثر شيء ثارات أو شغلات معينة، وكان عندهم رحمة أكثر بكثير من الـ وقت اللي استلم به محمد. المهم لما نزلوا ياخذون الغنائم التاف عليهم من طرف اليمين خالد بن وليد وبلش بهم، لان صاروا ظهرهم اليه يعني كانوا راكضين على الغنائم، هو حصدهم يعني مثل ما يقول يعني. ف يعني محمد واصحابه طبعا نسمع عن شجاعه محمد وعمر، يعني كله كلام فاضي، يعني ابو بكر يعني كلهم مطوقين له محمد، طيب انت اذا قائد كنت انت تخلص نفسك يعني. ف المهم انضرب وتكسر وشو اسمه، وراح على يعني اسنانه تكسرت، انضرب منيح يعني، فراح هزموا الى جبل احد فوق صعدوا، صارت الفرسان يعني صعب تصعد، الحصان صعب يصعد جبل يعني، يعني فلت منها مثل ما يقول. بعد صارت معركة الخندق، يعني شوف الأشياء ظروف ساعدت محمد إنه يبقى على التزامه. الناس المسلمين يقول لك شوف لولا أن الله حب يعني رايد ينشر الدين الإسلامي لما كان وقع ناس يفهمون بطريق محمد يعني بطريق الرسول حتى يقدر ينشر دعوته. وأنا نفس الشيء أقول لكم، لولا أن الله يحب هتلر لما كان خلى عنده قادة وجيوش فاهمين بالمعارك وقدر ياخذ يحتل تقريبا نص الكرة الأرضية يعني او اقل، يعني هم نقول هذا من الله يعني اللي سواه يعني ممكن يعني هو شاد من كان اكبر فاتح في التاريخ هو جنكيز خان، يعني جنكيز خان كمان كان يدعي شوية طلاسم وهالحكي فاضي انه مرسل من عند الله، فهل ممكن تقول انه جنكيز خان هو اللي وفقه الله وبعث له قادة من الجند
حتى فتح أكبر فاتح في التاريخ على الإطلاق هو جنكيز خان. اي فعلا يعني شوف جان يعني حتى هاي الدعانة تحضر بالكامل، يعني اكو ناس كثير كانوا موفقين واذكياء بالحروب، نابليون يعني الرجل القصير اللي كان ذكي قدر ينتشر بكل مكان ومعروف عن ذكائه، ستالين عندك يعني موسوليني، عندك ناس أكبر مثال قوي نقدر نجيبه هتلر، يعني هتلر مو هو اللي سوى كل شيء، لكن في ناس أطراف بأطرافه هم اللي يفكروا يمخمخوا هم اللي يقدرون يخلوه على اسمه. ما راح إذا تريد تدعي أنه من الله مبعث حفظه حتى ينشر الدعوة الإسلامية، لعد الله حفظ هتلر خلاص، هاي لا تتناقشون بها، لأنه الاثنين كانوا مجرمين واثنين كانوا سفاحين. يعني فمعركة الخندق اللي أنقذ محمد فكرة سلمان الفارسي، يعني سلمان الفارسي طبعا الفرس مشهور لهم بالذكاء، يعني فسلمان الفارسي أعطى خطة محكمة لمحمد، قال له احنا لما يعني عددنا يصير ضعيف قليلين وما عندنا قوة نحفر خندق حتى الأعداء ما يقدرون يعبرون لنا، فيقعون بالحفرة ونضربهم نقتلهم. فهاي الفكرة لو ما عاملها يعني سلمان الفارسي كان خالد بن وليد قضى على الدين الإسلامي بالكامل، يعني ما خلى شيء اسمه دين إسلامي. يعني فمثل ما قلت لك في ناس بأطرافه، مثل ما كان خالد هو اللي كان في لحظة ممكن يقضي على محمد، صار هو المدافع عن محمد بعد ما أسلم. ومن ذاك الوقت يعني محمد خالد بن وليد مثل ما يقول صار هو الأساس، أساس كل المعارك وأساس كل الخطط العسكرية اللي كان يوضعها محمد، سواء كان في وقت محمد أو في وقت أبو بكر إلى أن إجى عثمان وعزله. طبعا بعدها أسلم خالد بن وليد أعتقد السنة السابعة للهجرة أسلم. فأسا راح نجي على بعد صار يعني هو اللي يقود في أحد المعارك، في ثلاثة من القواد الكبار توفوا، فهو استلم الراية وغير دفة المعركة، ومن ذاك الوقت محمد صار يسلم القيادة، اعتمد عليه في الحروب. يعني حبيت أذكر مشاركة خالد في حروب الردة، إذا ما عندك سؤال أو استفسار أو أحد عنده سؤال. يعني تفضل أبو الحكم تفضل. أوكي، طبعا خالد بن وليد في حروب الردة يعني أبو بكر احتاج جدا، يعني لأنه كان شافوه جربوه وقت محمد، شافوا أنه هو اللي يعرف كيف يسوي الخطط، كان عنده يعني خطط أنا ما قريتها ولكن أقدر أذكرها باختصار، أنه كان يعمل شغلات تمويهية مثلا، يسوي مثلا تراب رمل حتى الأعداء يشوفون أنه الجيش يعني جاي له مدد، أو مثلا يغير أماكن الصفوف الخلفية، يجيبها لي قدام يأخذها لي وراء وهكذا، يعني يغير فيعتقدون الأعداء أنه طبعا عندهم عيون الأعداء، يعتقدون الأعداء أنه هو جاء جيش آخر يسانده. يعني فكان فعلا يعني مخطط وعسكري من الدرجة الأولى كان خالد بن وليد. راح نحكي عن مشاركة خالد بن وليد في حروب الردة. قبل ما نروح على مشاركة خالد بن وليد بحروب الردة، أحب أرحب بأختنا نسرين. طبعا أختنا نسرين راح تبعث لي كل الأسئلة اللي
بيطرحها اخوتنا واصحابنا اصدقائنا المتواجدين على الشات. نسرين تاخرتي علينا، يا ريت ثاني مره ما تاخري علينا ارجوك. على كل في سؤال من قبل ما قطعنا الراتب جان. على سلامتك نسرين. بس يعني في سؤال من زايد عم بيقول: يا ملحدين، انا اعرف بعض رجال الدين في جعلوا من الاسلام دين قتل وعلموا الاسلام دين وعلموا اسلام دين رحمه، داعش واخوان المسلمين والشيعة هم كلاب خوارج عن دين محمد. بصراحه هو في شويه خربطه بالترتيب الكلام، ولكن فكرته انه المشايخ هن اللي جعلوا دين محمد دين قتل، دين ارهابي، وطبعا المذاهب هي والاسلام الحقيقي ليس من جماعة الشيعة وكما وصف الكلاب والخوارج والقصص هي. شو رأيك بهالمنطق هذا؟ كيف بترد عليه ابو الحكم؟ يعني كأنه الاخ زيد، انا عارف الاخ زيد هو انسان يحب يعني يتعلم ويعرف من عندنا، وهو انسان مؤدب حسب ما شفته انا. ف يعني كأنه زيد ما جاي ينصت قلنا جاي نحكي، يعني نقول لك انه محمد بعث وقتل ناس ابرياء ودعا عليه ولكن مباشرة رجع مرة لخدزة. يعني هذه من كتب البخاري، يعني مو من عندي، يعني احنا ما عندنا غير ابن كثير والبخاري، يعني ما نجيب لكم الا نادرا نجيب غير ابن كثير والبخاري، نضطر نجيب من الحادث الحسن مثلا او تفاسير من شيوخ اخرين اقل قيمة من ابن كثير. ولكن هذه من كتبكم، يعني انت لما داعش يقرا كيف محمد كان يتصرف مع الاعداء طبعا راح ينفذ بحذافيره اللي سواه. خالد بن وليد راح نقرا انه يحرق ناس، فعلى هالاساس يروح داعش يحرق ناس، يقطع رؤوس محمد، قطع رؤوس سمر عيون. فلازم داعش شنو غلطان يعني لما يقلد اللي قبله، وكله يستشهدون بكتب ابن تيمية وكتب الجسمة. حتى هذا الشخص اللي بالفيديو كسروا له ايده ورجليه لانه ما دخل صلاة الجمعة، يعني هذا الشيء موجود اصلا. يقول لك تارك الصلاه يقتل، يعني هذول داعش رحموه مثل ما يقول، بس كسروا له ايده ورجله. يعني اي فرض من فرائض ابن تيميه يقول اي فريضه من الفرائض ما تصليها تقتل، يعني بدون استتابه، يعني خصوصا اذا كان عن عمد. يعني محمد متولي الشعراوي حاكي عن هذا الشيء بوضوح، فيديو يقول التارك الصلاة يقتل بدون استتابة إذا كان عمد، وإذا كان بدون عمد يستتاب 3 أيام بعدها يقتل وإلك حق تأكل لحمه. يعني تخيل أنت هيك. يعني أنا أتمنى من أخونا زيد، يعني الشيوخ أعتبرهم يا أخي شيوخ كلهم مدلسين كذابين، ولكن ممكن تراجع القرآن. يعني القرآن هل بعد القرآن شيء دليل؟ يعني أتمنى من الأخ زيد يراجع القرآن ويقرأ تفاسير إذا محتاج لتفاسير، وأغلب القرآن ما هو محتاج لتفاسير، أي إنسان ممكن يفسره. يعني ما لك واضربوا فوق البنان، واضربوا فوق العناق، واضربوا منهم كل بنان، ومساء القتل. يعني سورة التوبة لحالة بتكفي وتوفي. يعني يا ريت تقرأ القرآن وتشوف التفاسير وتشوف شو القصة، يعني بدون ما تحتاج لا لمشايخ. المشايخ هم يطبقون بصراحة، هم أوفياء لدين محمد إلى أبعد الحدود، فلا تلوم المشايخ، لوم المصدر، منين المصدر جاي. بالضبط جان، يعني هو لما وين تروح، يعني من آية تقطيع الأيدي والأرجل، يعني هاي آية واضحة. يعني أحد المسلمين يعني نقول نسميه معتدل، يعني
لما واجهته بهاي الايه اللي فعلا هاي موجوده في القران قلت له ايه، قال لي عاد هاي مدسوسه على القران يعني محرف. يعني لما صار عنده صحيح وغير صحيح، هي المشكله مو هون، المشكله ابو الحكم انه المسلم اللي عم يشوف الحقيقه ما عم بيقدر يواجهها، لانه بالفعل الحقيقه مره، الحقيقه مره الى ابعد الحدود، ما عم بيقدر يواجه الحقيقه اللي بسبه هالهاله المقدسه اللي حطوها حوالي شخص محمد، حوالي كتاب القران. فلما عم بيشوف حقيقه بتعترض مع ضميره، مع وجدانه، مع اخلاقه، فبيرفضها هو بالاساس، ولكن بيحاول يلاقي تبرير لتصرف محمد او تصرف القران ذات نفسه. راح اذكر لك يعني حادثه صارت، احد الاصدقاء تراهن معي، قلت له هل تعرف انه محمد في احد المرات قال كلمه انكتها؟ فقال لي لا شنو الكلام هذا، مستحيل وما اعرف ايش. قلت له عندك كتاب؟ قلت له اترك الانترنت، عندك صحيح مسلم؟ قال لي نعم. جبت له صحيح مسلم، شوفته، عيونه انفتحوا هيك، اول شيء مستغرب، بعدين يلاقي التبرير، يبلش يلاقي التبرير، اي هو بده يوضح له ما اعرف ايش. هذاك قال له، قال له انا اتي النساء مثل ما ياتي الرجال، يعني هو محمد الظاهر مش عاوز يفهم. هذاك قال له يوضح له للشخص اللي زنى واجى عند محمد قال له تعال اقتص مني انه انا زنيت، يعني هو ذاك بكل السبل بده يوضح لمحمد انه فعلا زنى. قال له يعني عملت مثل ما مكحله خش بالمعرف ايش؟ قال له ايه. قال له يعني متاكد؟ قال له ايه. قال له اتيتها قبل مثل ما ياتي الرجال نساء، يعني هو محمد مش عاوز يفهم. اخر شيء نطقها يستلز، يعني هو يستلز بسماع هالكلمات هي، يعني هي القصه انه مو انه مو فهمان، هو فهمان القصه، يعني على معقول اتيت المراه كما ياتي الرجل امراه، يعني شو معناتها؟ او زنيت، يعني كلمه زنيت خلص انتهى يعني طبعا. بس بده يسمع، يعني يستلز بكلمات التافهه ولا تروح لبعيد، يعني حتى بالبخاري بمسلم عضه هن به ولا تكنوا، هاي وحده فاجعه يعني. من تعزى بعزاء اهليتي فعضوه بهني به ولا تكنوا، ولا تكنوا يعني ما تعرضوا الكلام، قولوا مباشرة بالمفتشر، يعني ما تقول الكلام مستخبي هيك هيك بأمك مثلا، تقول له تا 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 بأمك، يعني مثل ما تيت بأمك. لا يعني هو إذا قال لك مثلا عضوه بهني أبي، يعني إذا وحدة تفاخرت بقوميتها أو بإيش من كان غير الإسلام وروح عضي تبع أبوكي، يعني مو تبع، هو بقول بلغتك، يعني بقول هاي هي ولا تكنوا، يعني هو هذا الشيء يشمل كل شيء. لما يقول ولا تكنوا يشمل كل شيء، اذا بدك تسب يعني ابو بكر اللي الشيخ الكبير الوقور كان يقول امصص بظر اللات، يعني بعد اكثر من هيك كلام، يعني واحد قال له ولات وملات ومع شو، قال له روح امصص بظر اللات، يعني فحتى جوي قالوا لمحمد ابو بكر هيك قال، يعني هالشيء عيب يعني، فقال له من تعزى بعزاء الجاهليه، سبب الحديث اصلا هو هذا، من تعزى بعزاء الجاهليه فعضوا به هني ابي ولا تكنوا، يعني خلص ابو الحكم. يعني خلينا نرجع لخالد بن وليد وحروب الرده، نحن بنعرف بحروب الرده اهم اظن، يعني انا بالنسبه لي اقل شيء وبالنسبه لكثير اصدقاء أهم يعني جريمة ارتكبها خالد بن وليد، مو أهم أو هي يعني بصراحة المشهورة، خلينا نقول أكثر شيء الجريمة المشهورة أكثر شيء، لما قتل مالك بن نويرة وحط رأسه في مكان محل النار وطبخ عليه أكل وأكل، يعني فما بعرف أنا إذا هو طبخ عليه اكل ولا طبخ الراس ذات نفسه، فيا ريت تحكي لنا عن هالقصه هي كيف صارت وليش عمر بن الخطاب، يعني لما رجع كان في سؤال من اخونا اظن بس دقيقه واحده اشوف الاخ ميدل ايستن كان عم بيقول يحكي عن الموضوع هذا انه عمر بن الخطاب يعني ليش
قام عليه وابو بكر قال يعني عفى عنه وشيء من القبيل مثل سواء محمد، ولا تحكي لنا القصه كامله. هلا راح نجي عنها كلها بالترتيب جان. مالك قصد مالك بن نويره فيها يعني شغله انه طبخ ولا حطوا مسند للطبخ، هلا اشرح لك عنها حسب الروايات. نجي الى حروب الرده، وراح نتطرق اكيد الى قصه مالك بن نويره. طبعا بعد موت محمد واستلام الخليفة أبو بكر يعني ثارت تقريبا كل القبائل على الإسلام، يعني هاي لو الإسلام دين حنيف ما كان يثورون عليه، فعدا مكة والطائف يعني والمناطق القريبة منهم، بس ذولا من اللي ما مثل ما يقول قلبوا على الدين الإسلامي، يعني حاربوا وامتنعوا عن دفع الزكاة والصلاة، فكان قسم منهم ترك الإسلام نهائيا وقسم منهم امتنع عن دفع الزكاة. وطبعا يعني أبو بكر علي من يعتمد أكيد على خالد السفاح، يعني هو اللي مثل ما يقول حلال المشاكل، وفعلا كان حلال المشاكل يعني، فاستغل يعني استغل مانعي الزكاة من قبائل عبس وذبيان وغطفان. خروج بعث أسامة بن زيد لما محمد قبل ما يمدز أسامة بن زيد في غزوة اللي كان أوصى به محمد قبل وفاته، فاستغلوا أنه الجيش تقريبا فرغ يعني وحاولوا يعني مهاجمة المدينة. وطبعا أبو بكر استطاع صد الهجوم اللي صار، وطبعا لانه خالد بن وليد كان موجود، وارسل يطارد الفلول المنهزمين يعني. ابو بكر سوى دعش لواء يعني لمحاربه المرتدين، يعني شوف ايش قد ما يعني، بس قلت لك اللي بمكه والطائف المناطق القريبه منهم هم اللي بقوا مسلمين يعني. ف رادي حرب المرتدين ومانعي الزكاة في جميع أرجاء جزيرة العرب، فأمر أبو بكر خالد بن وليد وانطاه جيش تقريبا قوامه 4000 شخص، ووجه إلى أخضاع طيء ثم محاربة مدعي النبوة يعني، وطلعت مشكلة أخرى ناس آخرين حتى بوقت محمد كان موجود طليحة بن خويلد وموجود أيضا مسلم اللي يسموه مسيلمة الكذاب، فذولا بقوا يعني بقوا موجودين حتى بعد وفاة محمد يعني، كانوا عاوزين يعني مسلم كان عاوز ياخذ النبوة مع محمد ومحمد ما كان يقبل يعني. طليحة الأسدي قصدك؟ طليحة بن خويلد الأسدي وقبيلته بني أسد فعلا. طبعا وراها راح توجه إلى بني تميم حتى يعني يرجعهم للدين الإسلامي ويدفعهم الزكاة. هو أصلا الأساس المعارك أنا برأيي مو ترك الصلاة، كان الزكاة فلوس يعني مصاري يعني تشتري الناس وتشتري الذمم وتشتري الأسلحة حتى تقدر تستمر يعني، هذا كان عندهم أهم شيء. يعني قبل أن يتحرك الجيش وصل عدي بن حاتم الطائي بأموال زكاة، ما أعرف هذا هو يعني حاتم الطائي المشهور، ما أعرف يعني هذاك حاتم طي، هذا حاتم الطائي حاتم الطائي معروف، هذا كان عراقي وعلى أساس كان كريم يعني، فهذا ابنه يعني عدي بن حاتم الطائي بأموال زكاة طي، بس اعتقد حاتم الطائي ما كان اصلا بالعراق، كان ما اعتقد ممكن تشابه اسماء. بأموال زكاة معاندي محمد كان انتحر يعني قبل ما يصير طائي طبعا ذول الجيوش كلها انتموا الى جيش خالد. اجتمعت قبائل اسد وفزاره وسليم وفلول عبس وذبيان وبكر حول طليحه، يعني ساندوا طليحه
اللي ادعى النبوة توجه لهم خالد بجيش واشتبك من وياهم في بوزاغة وهزمهم وطليحة انهزم إلى الشام يعني. وحتى خالد ما ترك ركض وراه للشام حتى يحاربه يعني. وطبعا راح يجي احد الجرائم اللي يسويه خالد ايش سوى. فخالد طارد المنهزمين وبعدين اسرهم ثم امر باحراق الاسرى بالنيران ونكل بهم، يعني نكل بهم وبعدها احرقهم خالد بن وليد. طبعا هذا كله من كتب المسلمين سواء كان ابن كثير والبخاري ومسلم وغيره يعني، فمو من عندي هذا، أنا ما عندي معلومات أنه حرق إلا لما قريت هذا الشيء يعني. ونكل بهم وأرسل رؤساءهم مكبلين بالأصفاد إلى الخليفة، يعني كلهم الرؤساء الكبار يعني كبلهم ودزم للخليفة. شوف شرح شو اسمه يعني حتى يكونون عبرة لمن اعتبر يعني، حتى يشوف ايش راح يسويهم يعني أبو بكر. طبعا راح نحكي على الخطة اللي كان ماشي بيها خالد بن وليد. يقول أسا راح نجي على شغلة مقرفة. التفت الفلول حول أم زمل. أم زمل هي اللي تكون راح سنقراها. يقول التي كانت لها ثارات عند المسلمين. أم زمل كان عندها ثارات عند المسلمين، فقد قتل زيد بن حارثة أمها أم قرفة. يعني أم زمل هي تكون بنت أم قرفة، يعني زيد بن حارثة هو اللي قتل أم قرفة. والقصة معروفة أنه شقوها نصفين، جابوا جمل منا وجمل منا وأطلقوا الجملين عكس الآخر وعملوها نصين يعني، فرقوها نصين. مع العلم هي كانت أم قرفة كانت عابرة 80 سنة، فقط لأنه كانت تهجو محمد وتحكي بالأشعار ضده فانتقموا من هذا الانتقام. هذا دين الرحمة دين السلام. يا زيد يا غسان يا كاهنة يا أي واحد مسلم تدخل معنا، شوف هذا الجمال الإسلام يعني، ومن كتب الإسلام مو من عندي يعني. يقول بعدين لما فقد قتل زيد بن حارثة أم قرفة في سريتي إلى بني فزارة لتحريضها قومها على قتال المسلمين، فقاتلهم خالد في معركة كبيرة في ظفر وهزمهم وقتل أم زمل حتى بتها قتلها يعني. يعني اللي كانت عاوزة تنتقم لأمها ما رحمها، ويقول لك النسوان ما يقتلون، هاي انقتلوا النسوان. هذا الفناص هذا اللي يطلع دائما أنسى اسمه، شو اسمه هذا اللي بس لسان هذا يعمل مناظرات، ذكرني باسمه جان اسمه ايش؟ صدقني انا نسيان اسمه. هذا الحوسالي، انا بسميه الحوسالي بنسيت اسمه يعني بصراحه. هذا اللي طلع مناظره مع اخونا احمد حرقان ايوه هذا الكذاب دائما يحكي بكذب يعني. طبعا هذا يستعمل التقيه وحديث المعاريض وكل هالاشياء التافهه. قال لك احنا ما نقتل النسوان، وهذا كلام فاضي. طبعا يقتلون النسوان، لا يقتلون النسوان. شفنا داعش جندية كردية مقتولة أصلا، حزل رأسه وشال بعد ما مقتولة أصلا يعني ميتة. فلا يقتلون النسوان. السادية جان يعني كل تعرف أنه أكو 2 يابانيين اشتركوا بداعش، ولما سألوهم أنت جابكم على داعش قال إحنا نحب المغامرات. يعني عندهم هالنوايا وحابين يقطعون الرؤوس والشغلات، في فرصتهم هاي تكون يعني. انت تقول ما يقطع راسه يعني ليش يعني بالضبط؟ وين في واحد مجرم يعتنق الاسلام؟ لانه الاسلام يقدس له الجريمه ويعطيها. وباوروبا اللي يعتنقون
الإسلام أغلبهم في السجون، يعني في السجون اللي بتلاقي هذول التجار المخدرات والقتلة والمجرمين، هذول بيعتنقوا الإسلام بيروحوا لهم بالسجون. فهي ولما بصح لهم فرصة يروحوا على يمارسوا هوايتهم الإجرامية بشكل مقدس، فيا هناهم يعني بكيفه. فلذلك تلاقيهم أغلبهم مع داعش. فعلا فعلا جان، كلامك صحيح. طبعا بهاي المعركة جان، يعني خالد بن وليد قتل حوالي 1200 شخص، وبعدين ايش سوى؟ يقول لك مرة أخرى يتعرض خالد الانتقاد، انتقاد يسموه، خلال حروب الردة، وذلك يوم أن تزوج ابنة مجاعة بن مرارة بعد نهاية المعركة. يعني تزوج ابنة مجاعة وقاتل 1200 منهم يعني. وقد روى الطبري أن فعله هذا أثار غضب أبا بكر، فكتب إليه: لعمري يا ابن أم خالد إنك لفارغ، يعني أنت إنسان فارغ، تنكح النساء وبفناء بيتك دم 1200 رجل من المسلمين، يسميهم المسلمين، لم يجفف بعد. يعني هو بعد المعركة رأسا أخذ واحدة من الأعداء ونام معها، يعني ما تفرق معه يعني، وإذا قتل يعني هو عنده القتل كأنه عم يذبح فرخة، يعني حتى إحنا ما نقدر نشوف الذبح الفرخة كيف تنذبح، هو يذبح البشر وبعدين نفس اليوم يتزوج وينام مع النسوان. راح نيجي على كنت أكيد على كل حال أخونا برندي مالك بن نويرة اللي سألت عليها، وراح نشوف الإجرام. على كل حال أبو الحكم، أخونا برندي بعث لي اسم هيثم طلعت. أيوة. هي هيثم طلعت الكذاب، تفضل. ما أدري ليش أنسى اسمه، يعني كأنه نكرة أنسى اسمه يعني. هو بالفعل ناكرة، هو حسالي، أنا لا أسميه غير حسالي، لذلك اسمه الحقيقي لا أذكره جيدا يعني. تفضل أبو الحكم. شكرا براندي. براندي ونسرين الإنقاذ مالنا حاليا. نشكرهم طبعا. طبعا يعني يقول لك انتقاد آخر تعرض له خالد من قبل المؤرخين يعني، وسموا هذا اليوم اللي قتل به 1200 يوم نهر الدم سموه، حيث رأوا إن في أفعاله بعد المعركة ومن قتل الأسرى ليجري النار دما وحشية لا تليق بقائد فاتح، بينما رأى آخرون إنها كانت في نطاق استخدامه لأساليب الحرب النفسية. بهذا كلام يا حقير، شنو أساليب الحرب النفسية؟ أنت تقتل بشر، يا أساليب نفسية هاي؟ وإنها أثرت أيما أثر في نفوس الفرس ومن ولاهم من العرب، يعني تستعمل أخس أنواع القتل والإجرام والحرق وتسميها حرب نفسية. طبعا نجي للقضية الأهم الآن، قتل بنو تميم وعلى رأسه مالك بن نويرة. طبعا لما عرف مالك بن نويرة إن خالد يعني جاي، خالد جاي بجيش يعني إله، هو واصل كلام إنه خالد شايف مرتك وضارب عينه عليها، هو كان يدري يعني قبل ما أصلاً تصير المعركة. فطبعاً مالك بن نويرة معروف كان إنسان شاعر وإنسان مؤدب وإنسان كريم ومحبوب في قومه كان، لكن مشكلته خطية اللي ودته بداهية، زوجته كانت فائقة الجمال، كانت جميلة، وهذا راح نشوفه أنه هو يعني سبب المصايب اللي إجا به وراها من ورا زوجته يعني. قال لهم، مش قال لهم مالك بن نويرة، قال لهم تفرقوا وما تشهرون سيف يعني ولا تظهروا، أريدكم تتفرقون حتى لا يقول أنتم مستعدين تحاربوا لي خالد، من خلي له أي عذر أنه يعني أنه خالد، من خلي له أي حجة، من خلي له أي حجة أنه يهاجمني يعني. فهو طبعا طلع غلطان، لأنه مثل ما يقول خالد بن وليد
كان احنا نسميه مزند، يعني مجهز بس يوصل لمالك بن نمير وياخذ مرته، يعني لا عده ولا بطيخ ولا شيء. راح نشوف القصه هسه. ف يعني هو اصلا يعني قلناها اساس 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 الشيء اللي سواه على مود مرت مالك بن نويره. وراح نشوف الاعتراض اللي اعترضوا عليه الصحابه اللي كانوا وياه. طبعا هو بالاصل يعني مالك كان متريث قبل ما ينطي الزكاة، يعني هو لما توفى محمد صارت هوسة مثل ما يقول، فقال خلي نعرف منو الخليفة، منو راح يحكم، بعدين نروح ننطي الزكاة. يعني انتظر تستقر أمور الخلافة ويروح يبعث لهم نصيبة للزكاة، هو ما يدري منو الخليفة، ايش صار، ايش ما صار، إلما راح يبعثه. فهو تريث بهالمسألة يعني، وهاي كانت فرصة خالد بن وليد. يعني طبعا الزكاة اللي أنا أسميها الأتاوة يعني، أو الخاوة نسميها بالعراقي، يعني أنا أي زكاة أي جزية أسميها أتاوة، لأنه تصير غير منظمة وغير محددة وفيها يعني تفكير من شخص هو اللي يحدد، أنه ما في قانون يعني لهذا الشيء كان يعني. وبعدين طبعا لما عرف يعني بالمسألة، فأبو بكر دز خالد بن وليد، أو أعتقد هو خالد حكى معه، قال أنا أريد أروح المالك بن نويرة. أصلا أبو بكر لما دز ما أمره يروح يقاتلهم، يعني قال لهم بس تروحون تاخذون منهم الزكاة يعني، وتأكدون انهم مسلمين بعدهم لو لا. فالأنصار اللي ويا خالد ايش سووا لما عرفوا، اصلا عرفوا بنية خالد بن وليد من البداية، عرفوا، وطبعا هاي من كتب التاريخ، الأنصار عرفوا بنية خالد بقتل بني تميم، واهمهم قتل مالك بن نويرة، يعني هو كانوا عارفين به يعني. طبعا رفضوا، بعض الانصار رفضوا يكملون مسير وياه، لانه قالوا اكيد راح، هو عارفين بالقصه يعني، الخبر منتشر انه خالد يريد يقتل مالك بن نوره وياخذ مرته، يعني هاي ما فيها اي مجال يعني، فلذلك تركوه ما كملوا معه. طبعا قالوا له يا خالد يعني ماكو اوامر، لما اصدر لهم اوامر يهاجمون. قال له يا خالد يعني وعرفوا بنيته، قالوا ما عندنا اوامر من الخليفه حتى ندخل عليهم ونقتلهم، يعني حتى ما لنا حق ندخل عليهم، يعني لازم من بعيد نصيح الرئيس القبيله نحكي وياه، ولما يدفع الزكاه ويؤكد انه هو مسلم نعوفه. فخالد بن وليد قال خلص يعني ما لزم كلام، أنا قال أنا الأمير، حتى لو ماكو أوامر من أبو بكر أنا الأمير، وأنا أقرر راح أدخل عليهم. فكتب الطبري في تفسيره، في تفسير ابن طبري هذا طبعا، إن خالد كان مغرم بزوجة مالك وكان يريد يحصلها بأي طريقة، هذا كلام الطبري مو كلامي. وكان عبد الله بن عمر وأبو قتادة الأنصاري شهود على هذه الواقعة. طبعا نقلوا الاخبار بحذافيره لابو بكر، راح نشوف ابو بكر ايش سوى، سخمه مثل ما يقول يعني. ونقلوا الاخبار الى عمر عن نيه، طبعا اكد انه هالكلام من الكتب الطبري يعني، وما ادراك ما الطبري يعني، ومساوي لابن كثير ايضا، القرطبي الطبري وابن كثير مشهورين هم اصح الرواه يعني مثل ما يقول. ونقلوا الاخبار طبعا عرفوا انه عمر ما يحب ابو بكر، فنقلوا الاخبار لعمر عن نيه خالد، وقال عمر بعد ما عرف القصه اللي صارت انه لازم يعني، بعد ما صارت يعني القضيه، قال لازم نرجمها لخالد على الفعل اللي سواها.
فرفض أبو بكر هذا الكلام. والمراجع التاريخية تقول عن مالك أنه إنسان متزن وشهم وكريم وشاعر، ولما أسلم عند محمد سوى مسؤول على قبيلته، يعني محمد كان هو اللي عينه مسؤول على قبيلته لأنه شاف فيه هالصفات كلها. يعني طبعا اسم زوجة مالك اسمها ليلى أم تميم، وكانت طبعا آية مثل ما قلنا آية من آيات الجمال. ويكمل الطبري ويقول اجى عليهم خالد بنص الليل، قال لهم خالد يعني احنا المسلمين جاي لكم، وجاوب مالك قال نحن ايضا مسلمون. يعني بدءا ذي بدء حتى يقص عليه الطريق اعتقد انه راح يعوفه، مالك منه جاوب شو اسمه حتى يقطع عليه الطريق قال احنا همينا مسلمين، يعني خلص يعني احنا مسلمين، يعني تريد ناقشنا ناقشنا بالزكاة ونعطيك الزكاة. طبعا بعد ان استفسر الطرفان عن سبب يعني حمل الطرف الاخر للسلاح اتفقوا، قال ليش شالي سلاح، هم متفرقين ما كانوا موجودين، يعني قال لهم سيسلموا الاسلحه، نفس الغدر اللي سواه قبل هالمره مع بنو جذيمه سواء مع شو اسمه مع مالك بن نويرة. ووضعوا السلاح طبعا وكلهم كانوا مجتمعين، وكان مالك بن نويرة وزوجته موجودة، ولكن فجأة وحسب أمر خالد بن وليد أخذوا الأسلحة كلها، على الأسلحة اللي خاصة بمالك وقومه كله، وكلهم بعد ما أخذوا الأسلحة منهم يا ذولاك أمنوا أنه ما جايين يقتلوهم، فسلموا الأسلحة كلهم شدوا وثاقهم وأخذوهم كلهم أسرى إلى خالد، يعني أسروهم جميعهم، ومن بينهم يعني ليلى أم تميم سبب المصائب، خطية مقصدة شو تسوي، هي جميلة يعني. ودار حوار بهالليلة المشؤومة بين حوار مأساوي دار بين مالك وخالد بن وليد المنتصر ومالك المهزوم طبعا غدرا يعني، وكانت زوجته بصفه، وحضر هالشي عبد الله ابن عمر وقتادة الأنصاري مثل ما قلنا، وطلب مالك من خالد أن يبعثهم إلى الخليفة أبو بكر. مالك بن نويرة قال له دزنا إلى أبو بكر هو يحكم علينا إذا إحنا مسوين شيء، حتى يكون هو الحاكم لأنه عارف نية خالد بن وليد. قال أنتوا قبل هالمرة دزيتوا هواية اللي كانوا مرتدين، وإحنا ما مرتدين وقلنا لكم إحنا مسلمين، لكن نريد دزونا مثل الباقين إلى إلى أبو بكر، هو اللي يتصرف ويانا. بعدين قال يعني قال احنا متريثين ولسنا مانعين دفع الزكاة، يعني احنا وضعنا يختلف همين يعني، ولكن خالد بن وليد رفض رغم الحاح ابن عمر وابي قتادة، قالوا له لازم تدسهم دولة، قالوا احنا مسلمين سلموا اسلحتهم لازم تدسهم ابو بكر هو يقرر وياهم. وطبعا يعني لحوا علي ابو ابن عمر عبد الله بن عمر وابو قتاده لحوا على خالد بن وليد، لكنه قالوا له ذولا مسلمين ما تقدر تسويهم شيء، لكنه تقول الروايه نظر خالد الى زوجة الرجل وأصابه من عينيها الجميلتين ما أصابه من العشق والهوى. باللحظة اللي يحكين وياه صار يباوع على زوجة عفوا، فصار ينظر إلى زوجة مالك، فقال هاي العبارة، نطق بعبارة واحدة، إلى ضرار بن الأزور الأسدي قائلا لا أقالني الله إن لم أقتله، يعني أنا ما عفو يعني لازم أقتله،
يقول وقبل أن يهوي سيف الضرار على عنق مالك يعني مالك قال لخالد وهو ينظر نظرة الوداع الأخيرة لزوجته هذه التي قتلتني. هاي الكلام يعني متداول ومشهور اللي قاله مالك بن نويرة، قال مو أنت اللي قتلتني، هذا اللي قتلتني، يعني أنت قتلتني على متاخذ زوجتي يعني. فقال هذه التي قتلتني مالك بن نويرة. قال لخالد بل الله قتلك برجوعك عن الإسلام. طبعا هذا كلام فاضي وما قال أنا راجع عن الإسلام. قال مالك إني على الإسلام. فقال خالد يا ضرار اضرب عنقه. وفورا أمسك خالد بزوجة مالك وقبل أن تفيض روحه يعني قبل ما يقتله أخذ إيد زوجته وطلب من جنوده بناء خيمة لها ودخل إليها لجامعها ويعاشرها معاشرة الأزواج بينما دماء زوجها الشرعي ما زالت ساخنة تسيل. طبعا هذا الشيء ذكرنا بغزوة محمد ببنو النضير لما محمد أخذ. بدي أسألك هون بالحكم يعني هل مصادر التاريخ ذكرت شيء شو كان موقف زوجة مالك بن نويرة؟ يعني ما بنسمع على أي حس ولا خبر يعني لما قتلها زوجها ودخل عليها ومارس الجنس معها شو كان موقفها هي؟ طبعا طبيعي يعني أنت تخيل موقف صفية بنت حيي لما قتلوا لها زوجها وأبوها وعمها وخالها وأقاربها كلهم، يعني هل تكون راضية؟ يعني التاريخ ما راح يقول لك إنه كانوا، راح يقول لك إيه انبسطوا. يعني شو تريد يعني شو تنتظر منهم؟ النساء قبل كانوا يعني لا حول ولا قوة لهم يعني، فأكيد هي رافضة هذا الشيء، ولكن هو القائد وقتل وغصبا عنها يأخذها يعني. طبعا وقلد محمد، يعني محمد سوى هذا الشيء فهو قلده، يعني إذا أرادوا يلوموا يقول له فعلها رسول الله يعني مثل ما يقول، فهو من نفسه لا انتظر عدة ولا انتظر بطيخ ولا أي شيء، وهي أصلا مسلمة ما لحق ينام معاها يعني. فهو مهم هذا الشيء كان يعني نفس اللحظة اللي يضربون رأسه وأخذها يعني. فطلب من جنوده يسوون خيمة على السريع ودخل إليه لجامعة وعاشرة معاشرة الزب بينما دماء زوجها الشرعي ما زالت ساخنة. هاي كتب التاريخ. طبعا الخدعة التاريخية في هذا الموقف التي تصور عليها بعض كتب السيرة والتاريخ والتي لا تدخل على أي متابع مهما كانت درجة ثقافته، أن سيف الله المسلول أراد أن يكفر عن ذلك الخطأ الذي لم يعمده فتزوج من امرأة مالك مواساة لها. يعني يجي تتزوجها وبعدين يواسيها يعني على اساس انه هي يعني مبسوطة خلصتني من زوجي وتعال نام معي يعني. يعني كلام ما بعرف يعني. مثل ما محمد واسى صفية بنت حيي يعني. ايوه بعد ما قتل كل اقاربه وكمان ينام معه قال بيواسيها وفرحة صفية ودخلت الإسلام يعني. حتى ما عطوا مجال عفنا من 3 أشهر، خليها 3 أيام تفوت على وفاة زوجة تحزن عليه شوية. يقول لك وتخفيفا عن مصيبات في فقد زوجها الفارس الشاعر. طبعا حكينا انه هذا الموقف تكرر وما حد يقدر يلومه فعلى مصادر التاريخ. شو بتقول ابو الحكم عم تقرا من الطبري من شو بتقول هالمصادر هي بحول حرق راس مالك بن نويرة؟ هل طبخوا اكلوا ولا حطوا؟ طبعا في روايتين زين ذكرتني، في روايتين على هالشغله. في روايه تقول انه طبخ راسه وضعوا في قدر وطبخ رأسه وأكله هو وأصحابه، وفي رواية أخرى تقول إنه القدر اللي خلوه فيها 3 أحجار فهو خلى حجرين والحجر الثالث خلاه رأس مالك بن نويرة. يعني صار
النار طبعا راح تاكل راسه يعني حتى لو ما يكون بالقدر يعني. فجعل بدل الحجر خلى يعني نكاية يعني بي انه خلى حجرين والثالث راس مالك بن نوره وخلى عليه. مثل ما قلت لك رواية يعني واحدة تقول انه طبخ راسه وكله، والرواية الاخرى تقول انه خلاه كمسند لاحد المساند للقدر يعني. صراحه يعني هو وقت البرنامج مثل ما بقول نحن نحاول ساعه ونص نغطي، ولكن ابو الحكم يظهر راح ناخذ وقت طويل. لا لا ما 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 باقي لي كثير يعني. طيب ابو الحكم تفضل حبيبي. ايه ف يعني خالد بن وليد ما انطاها مجال يعني حتى تحزن على زوجة المكلوم الميت الجسمة. فإحنا ما نقدر نلوم خالد صراحة يعني، لأنه فعل مثل ما يقول محمد قبله. والمهم يعني كلهم ربطهم وكانوا كلهم أسرى ومربطين على أساس قال لهم يعني على أساس رواية تقول أنه خالد قال أدفي وأسراكم، يعني لما يردون يحورون الكلام يعني يعني على أساس دنيا باردة كانت، وخالد بن وليد قال أدفوا أسراكم، فيعني هو يقصد على أساس دفي أسراكم وطون بطانيات. وهاي الكلمة تعني بالعرب القتل أيضا، يعني لما تقول دفوا أسراكم يعني اقتلوهم يعني، وعلى أساس فهموا كلام خالد غلط وقتلهم. طبعا هاي كلام مضحك يعني، فواضح الاوامر اللي صدر انه يقتلوهم يعني. اذا كانوا يقدرون يضحكون قبل على الناس، على قولة اخوتنا المصريين يعني، اذا بنشوف افلام المصريه يقول ريحوه يعني. أيوة. ريحوه يابا. فاللي لا يعرف ما اللهجه المصريه وماذا تعني بيقول لك ريحوه يعني خليه يرتاح، فبينما ريحوه يقتلوه يعني. بس انا متاكد 100% انه صدر اوامر واضحه بقتلهم يعني. هاي الكلام اللي يقولوه كلام فاضي يعني، حتى بس يبرئوا لك خالد انه ما قتلهم، وحتى لو ما قتل هذول اللي سواب مالك كافي اللي سواب قبل وحرق الناس وقتلهم بدون اي ذنب يعني. وطبعا فقتلوهم كلهم يعني. ورفضوا عبد الله بن عمر وابو قتاده هذا العمل يعني، ودزوا الخبر لابو بكر يعني. مثل ما خبرتكم انه راحوا لابو بكر وحلفوا يعني ابو قتاده وعبد الله بن عمر لما شافوا الاجرام حلفوا بعد ما يكونون جند من جنود بقياده خالد يعني، لانه شافوا الاجرام اللي سواه. وكل اللي قال أبو بكر العمر لما عمر طلب من أبو بكر معاقبة خالد على فعلته ونومه مع زوجة مالك بن نويرة، كل اللي قال أبو بكر هبوا يا عمر تأول فأخطأ فارفع لسانك عن خالد. هذا اللي قاله، راح أعيده، هبوا يا عمر يعني اتركه، تأول فأخطأ فارفع لسانك عن خالد. يعني هو سوى تأويل وغلط يعني، سوى فالتأويل وغلط، عفى لا تحكي عليه يعني. هذا الخليفة العدل اللي يقولون عليه أبو بكر يعني. ولما عمر شاف الخالد تحلف له يعني، كان في عداوة مستترة بين خالد، أنا ما أعتقد إلى علاقة بالأفعال اللي سوى خالد، لانه خالد بالاشياء اللي سواها مثل ما يقول غطى على الرونق اللي كان به عمر بن الخطاب والشهره اللي كان بها، فكان يحسده. انا برايي يعني عمر بن الخطاب مو يعني مقابل هذا الوضع، ولكنه منافس، اذا شافه له منافس خالد بن وليد يعني. ف وتحلف له يعني ابو عمر لما شاف الخالد مباشره تحلف له، وابو بكر يهدي لعمر يقول له كافي يعني. وقال ابو بكر الخالد ايش قال له؟ هاي ايش سويت؟ ليش نمت ويا زوجة مالك؟ يعني جاي اقولها باللهجه مالتنا يعني، ويا بعد ما مكمله العده. هذا اللي اعترض عليه
نسى كل اللي انقتله ومالك انقتل، هاي كلها نسى، يعني بس انتبه الى شغله تافهه انه ما مكمل العده وانت نايم وياها. يعني شوف ال 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 يعني الكلام اللي يطلع من خليفه، يعني هذا خليفه، هذا كلام ينقال من خليفه معاقب على الاشياء الجرائم اللي سواه، فقط يقول له هي ممكن عده ونمت وياها. وحتى لما دخل خالد مكه، يعني بوقت اللي يسموه فتح، وقت اللي يسموه فتح، يعني خالد بن وليد قتل 13 نفر من اهل قريش. ليش؟ حتى يكون اول الداخلي، يعني كانوا بطريقه ودخلوا مكه حسب ما نعرف احنا انه على اساس دخلوها بدون قتال يعني، ولكن خالد بن وليد لازم يشوف نفسه، فقتل 13 شخص حتى يترك بصمته بالمكان يعني، ويزرع الخوف بقلوب الناس. وكان عمر بن الخطاب كان مصر يعني انه يعزله من القياده، ولكن ابو بكر قال ما قلت الشهيره لعمر: والله لا اسل سيف خالد الذي قال عنه رسول الله سيف الله المسلول. يعني الله رسول الله قال عليه سيف الله المسلول، ما اسل، ما انزل يعني سيف الخالد، خلص مجرم ما مجرم، خلص هو يعني مستفادين من هاي المشكله يعني. فنجي للفقرة الأخيرة. خالد بن وليد قاتل في معارك كثيرة، يعني منها قتل مسلم اللي يسموه مسيلمة الكذاب، وهم حارب الفرس والروم اللي يسموه فتوحات، أنا أسميه غزوات وقطاع طرق أسميهم دولة، حارب الفرس والروم ويعني برقبته اكو وايا انفس من البشر اللي ماتوا، وكان يعني دائم البحث عن القتال، يدور عن القتال لانه يشبع الاجرام اللي بيه يعني. وكان طبعا اناني الى ابعد الحدود، انه مو مهم عنده ينام مع المراه نفس الليله، المهم غريزته يقضيها وخلص يعني. طبعا ولما تولى عمر بن الخطاب الخلافه عزله مباشره، عزله عمر بن الخطاب طبعا. وراء خلافه عمر بن الخطاب توفى سنه 21 للهجره، وراه بسنتين مات الجزار خالد بن وليد في حمص، ويقال أيضا في المدينة، ولكن أصح الأقوال أنه مات في حمص، يعني بمدينة دولتك جان توفى وعنده قبر هناك. طبعا قبل ما يموت بفترة قصيرة قال مقولته المشهورة: لقد شهدت 100 زحف أو زهاءها، وما في بدني موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسام أو طعنة برمح، وأنا ذا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. طبعا خالد بن وليد مات مثل ما قلنا سنة 21 هجرية، ومجموع الغزوات اللي قادها حوالي 100 معركة. طبعا هذا المجمل حياة خالد بن وليد، وعنده جرائم أخرى، ولكن حلقاتنا أنت تدري هي كلها على بعضها ساعة ونص، فما نقدر نتطرق إلى كل شيء. تطرقنا إلى الأشياء المهمة وشفنا بعيننا أنه مدى إجرام هذا السفاح، ومحمد ما أقاله خلاه لأنه مستفاد منه، وأبو بكر أيضا خلاه، ولكن يعني كان بأواخر لما عمر عزله وراها بسنتين مات يعني. فهاي النبذة المختصرة عن أشكرك يا أخوي أبو الحكم صراحة، يعني أتمنى يكون بس يكون عندنا وقت أكثر، لأنه حلقات فوق الساعة ونص بتصير مملة، حتى أصدقائي يعني
ساعة ونص كتيرة بشوفه، ولكن شو نعمل يعني، عم نحاول ناخذ الميزان ونوازن يعني بين الآراء. أنا بس بدي أسألك هنا أخوي أبو الحكم، يعني برأيك شو ممكن نقول له للشخص الإنسان المسلم اللي لا يعرف عن خالد بن الوليد إلا أنه البطل المغوار صاحب الشهامة والنخوة والحكي هذا؟ يعني كثير أصدقاء بتفاجئوا لما بتفاجئوا بيصدوا، يعني شو ممكن نقول له عن شخصية خالد بالذات؟ هو الفاتح، هو 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 كل هذا مسجل في دماغه، شو ممكن نقول له؟ الله، شو النتيجة الخلاصة ممكن نقول له؟ تفضل. طبعا احنا راح نقول راينا بكل عداله. احنا ما ننكر انه خالد بن الوليد كان داهيه حرب، كان مخطط حروب، ولكن هتلر كان ايضا كذلك. خالد بن الوليد استغل الشيء اللي بي، كان عنده يعني هوس العظماء مثل ما يقول، كان يريد يقضي على محمد، ولما ما قدر يقضي على محمد حاول يكون مع محمد ويبرز، وبرز فعلا. واعتقد الجرائم اللي حكينا عنها، ومن الكتب الاسلاميه من تفسير الطبري، ابن كثير، البخاري، اعتقد كافي يظهر مدى بشاعه هذا الجزار، هذا السفاح اللي المسلمين يشهدوا له بالقوه والكفاءه، ولكنه كان مجرم، مجرم سادي. تخيل الاجرام، يعني يقتل الأسرى ويقتل مالك بن نويرة ويجي يخليه مسند للأكل اللي يطبخوه، أو يخليه داخل القدر ويأكل لحمة. يعني شنو هذا الشسمة؟ يعني أنا ما أريد أذكر الشيعة يقولون عنه على أساس كان يعني شي يسموه بيسكسويل، يعني يحب النسوان والرجال، يعني انه كان بصراحه الادعاءات هي، انا يعني اوكي انا ممكن تكون موجوده في الكتب التاريخيه، ولكن يعني هل الادعاءات هي بانه هوموسيكشوال ولا يعني مثلي ولا غير مثلي، ما بتهمنا كثير، يعني ما بتهمنا كثير في شخصيته اصلا. يعني بس مجرد يعني كنت يعني انا ما اهتميت لها هالشغلات لانه غير موثقه، احنا نهتم بس بالاشياء الموثقه، ولكن حبيت بس اقول الشيعة شو يقولون عنا. يعني بالضبط، هن اللي بيحاولوا حتى يخترعوا السنه على الشيعة والشيعة على السنه، والحرب الدائره بيناتهم. على كل ان اخويا عندنا 7 8 دقائق، في سؤالين من اخونا عمر عم بيقول كيف ممكن لابو بكر وعمر أن يبقوا على خالد قائد للجيوش وناطقا باسم الخليفة رغم معرفتهم بأساليبه القذرة وشهواته اللامتناهية بالقتل والإجرام؟ طبيعي، يعني احنا ذكرنا انه هم مستفادين منه، يعني اذا كان محمد نفسه ما اقاله، يعني حتى دعا عليه وقال اني بريء مما فعل خالد، ولكنه دز بغزوات اخرى، بغزوه حنين وبغزوه تبوك وقت محمد كان هذا، يعني هو ما سوى له شيء. محمد نفسه يعني ليش يذكر الخلفاء؟ يعني اذا هو النبي الامر الناهي ما اقاله، ورغم الاجرام اللي سواه وقت ابو بكر نفس الاجرام واكثر سواه. يعني هاي المعركه الردة اللي قتل بها مالك، معركة الردة اللي قتل بها خالد مالك بن نويرة، يعني هاي أشد الإجرام، كان مفروض يعني يعلقه، يقطع راسه كان لازم أبو بكر، لكن ما فعل هالشي. يعني وإحنا جايبينه من كتب التاريخ مو من عندنا، يعني هو هذا القائد الباسل القوي الجميل اللي تقولون عليه، مفروض كان أبو بكر أول ما شي يسويه يعزله، لكنه ذكرنا الحديث والكلام اللي جرى بين أبو بكر وعمر وخالد، يعني الكلام واضح، الروايات واضحة بهذه المسألة، إنه كانوا مصرين يخلوه، فقط عمر اللي عزله. وذكرت أني نواياه، ولكن مثل ما يقول مو من كتب التاريخ، هذا اعتقادي، ولكن كتب التاريخ تقول إنه كانوا يعفون عنه، يعني رغم الجرائم اللي سووه، قال كلاما مشهور ابو بكر لا اسل سيفا
قال عنه الرسول سيف الله الذي شبهه بسيف الله المسلول. فيعني هو هذا ما عندهم تفكير يعني. فالمفروض كان اول شيء يسويه ابو بكر على الاقل بس يعزله يعني، ما يحاكمه بس يعزله، ما سوى شيء. حتى عمر اللي كان يقول راح اقطع راسه واسوي له وما اعرف ايش، لما اجى على الحكم عمر ما قتله، قال هدده قال له راح اقطع راسك بايدي، ولكن فقط عزله يعني. كان المفروض يقتله مثل ما قال، ولا هو بس حاضر بالكلام، والله دعني لاقطع عنقه يعني. احنا راح نسوي حلقه عن عمر بن الخطاب ونشوفكم مدى بسالة عمر بن الخطاب. عمر على كل، في اخونا ميدل ايستن عم بيقول جان هناك بعض الروايات الاسلاميه تدعي ان عمر حزن عليه وامر النساء بالبكاء عليه، هل تظن ان هذا الامر له علاقه بالاشاعه الاسلاميه ان البكاء يزيد عذاب القبر على الميت يعني؟ طبعا انا قريت الروايه صحيح الموجوده انه على اساس حزن عليه، لكن انا ما اذكره لانه اولا ما يهمني هذا الشيء ولا اصدقه اصلا يعني. انت تعزله وبعدين يموت تروح تحزن عليه، هذا كلام فاضي ما بيخش براسي يعني. حتى اذا حزن عليه كله تمثيل في تمثيل، هو تمثيل بس. هل تعتقد ابو الحكم انه صحيح عمر مثلا امر النساء بالبكاء عليه حتى يزيد عليه عذابه بالقبر؟ ممكن ليش لا، ممكن يعني. هو يعني عمر بن الخطاب على الرغم انه كان ما يمون بعض الاشياء، وقال مقولته الشهيره يعني، قال اعرف لما كان محمد يقبل الحجر الاسود، قال اعرف انك حجر لا تضرين ولا تنفعين، ولولا رايت رسول الله يقبلك ما قبلتك. ولكن هو يعتقد بعض الاشياء، ويعتقد انه ممكن كان يعتقد انه اذا بكوا عليه سيزيد يجي عليه عذاب قبر. هذا الشيء مشهور، هذه الروايات مشهورة، إذا أحد بكى على الميت أو نوح عليه أو بكى أو لطم الخدود يشق الجيوب، هذا يؤدي إلى أنه الميت يعذب يعني. أنا بصراحة لا أعتقد أنه أحد من أصحاب محمد خصوصا البارزين منهم يعني مثل الخلفاء الأربعة خالد بن وليد، هل الصحابة البارزين ما أظن واحد منهم مؤمن في برسالة محمد، غير يعني أنه كان طامع في دولة محمد، هو أهم الشيء أنا أظن يعني. هذا ما بعرف إذا في عندك أي رأي آخر أو أرحب. طبيعي يعني إحنا جان، أنت تدري شغلة لما توفى محمد كان شغله مش شاغل من يخلف محمد يعني. فيعني سعد بن عبادة كان من المرشحين، لكن عمر بن الخطاب ما كان يطيقه. وإحنا قلنا في أحد الروايات كيف عمر بن الخطاب كان يكره سعد بن عبادة لأنه كان يدافع عن عبد الله بن أبي سلول لأنه كان من جماعته، فضم له إياها. ولما صار بالخلافة روى هالرواية قال قتل الجن سعد بن عبادة، يعني كان يضحك على جهال. فالمسألة كانوا يعني علي هو اللي اهتم انه يروح يعني يدفن الرسول، يغسله ويدفنه، بينما هم من ناحية كان عمر بن الخطاب يرفض انه يدفنوا للرسول على أساس راح يقوم مثل ما قام المسيح. وشغلة أخرى انه يومين خلوه وما دفنوا، التهوا بالسقيفة بني ساعدة حتى يلقوا الخليفة اللي يحكم يعني. عندهم أهم شيء كان الحكم يعني، يردون يقولوا لي إنه مهتمين إنه ما تصير مشاكل، هذا كلام فاضي ما صدقوا. على الأقل كنت تدفنوا رسولكم اللي كان بيناتكم هذه السنين الطويلة. بعدين حتى يعني تم. على كل، بدي أخذ سؤال أخير يعني نهاية الحلقة. الأخ عمر عم بيقول ما المغزى من إبقاء خالد بن وليد بالمدينة وعدم إرساله مع الجيش المجهز للشام؟ لا، هو خالد بن وليد شارك بمعارك بالمكة والمدينة، وحارب الفرس وحارب الروم وراح للشام وحارب الشام، وهو أصلا توفى بالشام يعني.
فما اعرف شنو قصده بهذا السؤال، بس هو كان موجود تقريبا بكل المعارك الرئيسية يعني. ما بعرف الصراحة، ويمكن قصده ما المغزى من إبقاء خالد بن الوليد بالمدينة وعدم إرساله مع الجيش المجهز للشام، يعني احتمال يكون في إحدى الغزوات بالبداية ممكن، يعني ما بعرف. ممكن يكون صراحة، يعني ما متأكد من أشياء. ممكن أحد اسمه لما كانت خطورة على موجودة على الخلافة الإسلامية، ممكن خلوه انه دفاع عن المدينه ومدى الزول للشام، يعني ممكن يكون هذا السبب، ولكني غير متاكد. ولكن اللي اعرفه انه خالد حارب بكل الجبهات، يعني معروف هالشيء، الفرس، الروم، الطوائف اللي طلعوا على الـ عن الـ يعني الردة، حروب الردة اللي تركوا الإسلام، سواء بالمكة مدينة. احنا قلنا بس يعني مكة. يقول عمر الجيش الأوصى به الرسول قبل نعم، موته، عم بيقول قصدي بالجيش اللي أوصى به الرسول قبل موته. الجيش اللي أوصى به الرسول قبل ما يتوفى كان بقيادة أسامة بن زيد بن حارثة، يعني نعرف زيد بن حارثة قصته. فابن أسامة هو اللي كان متجهز بالجيش، وأسامة كان عمره 18 سنة. الصراحة السبب الحقيقي لهذا الشيء ما أعرفه، ولكن دز شو اسمه أسامة، وكان تحت أمرته كل الخلفاء تقريبا اللي موجودين صاروا تحت أمرة أسامة. ليش؟ ما أعرف. محمد هو اللي سوى هذا الشيء يعني. على كل، انا اشكرك اخوي ابو الحكم، يعني انا اقول بلقي ممكن كان محمد خايف انه خالد على خالد انه يطيح فيه او شيء من القبيل، او حدا يطيح فيه لمحمد فخلاه بالمدينة عنده حتى ما يطرحوا فيه. تحت قيادة أسامة أعتقد، يعني غير متأكد، ولكن أعتقد حتى خالد بن وليد كان تحت قيادة أسامة بن زيد وأبو بكر وعمر، كلهم كانوا تحت قيادة بهاي المعركة الأخيرة اللي مات بها محمد. تمام، أشكرك أخوي أبو الحكم جزيل الشكر على الوقت الطيب وعلى البحث الرائع اللي أعطتنا إياه، ويعني نتمنى من الأصدقاء ومن كل الأصدقاء يكون استفدنا من هالحلقة هاي، وأضافت شيء، يعني رغم أن المعلومات كلها أغلب الأصدقاء بيعرفوها شيء، ولكن اللي لا يعرف، اللي لم يقرأ تاريخه من أخوتنا المسلمين ما يعرف مين هو خالد بن الوليد، ودائما يقولون عنه البطل المغوار الفاتح الجبار خالد بن الوليد رثاه الله في الغار. على كل، أشكرك أخوي أبو الحكم، أشكركم أصدقائي. ممكن أوجه كلمة أخيرة إذا ممكن؟ أكيد. طيب، يعني أنا القصص اللي جاي أعرضها لإخوتنا المسلمين والملحدين أيضا حتى يكون عندهم معلومات، إنه إحنا نريد نشوفكم إنه دعائم الدولة الإسلامية سواء من الخلفاء محمد، الخلفاء والصحابة اللي يقولون عليهم، راح جاي نشوفكم اشياء ما تعرفوها من تاريخ الاسلامي اللي ضامين عليكم، يخفوها عن قصد عليكم. يقول لك ما هو معروف للعامه للخاصه لا يجب ان يعرفه العامه، مثل ما يقول، لانه اشياء تخزي. فاشياء في اشياء ما يقولوها للعامه، لكن العلماء هم يعرفوها ويحاولوا يتهربوا منها، لكنها مذكوره في كتب التاريخ. واحنا بعصر الانترنت نقدر ندرس أي شيء ونفضح كل شيء يعني. فأريدكم تشوفون هذه هي الدولة الإسلامية على شنو قامت، وشنو كان تفكيرهم، يعني هذول اللي يسموهم الخلفاء الراشدين واللي بعده واللي بعده، تشوفون إنه ما يختلفون عن قطاع الطرق والمجرمين يعني. أتمنى ناخذ درس من هذه الأشياء وندرس التاريخ قبل ما نقرر. المسلم أنصحه أنه
ما يصدقنا ويروح يقرأ اللي أنا قريته، يروح يشوفه بكتب التاريخ موجودة، وراح يلقيه بتفاصيله كلها. ما ننطق إحنا شيء من عندنا إلا من خلال الكتب التاريخية. وأتمنى استفادينا من هاي الحلقة وأخذنا شوية معلومات. وأشكرك جان على هاي الحلقة الجميلة، إنه قدرنا شوية نحكي ويا أخوتنا المشاهدين، وأسلم على الناس اللي موجودين ويانا بالتكست والمشاهدين جميعا. شكرا. أشكرك أبو الحكم وأشكركم أصدقائي. طبعا موعدنا بكرة الساعة 8 بتوقيت لندن مع أخونا أحمد حرقان، وفي حلقة عن هل ماذا قدم القرآن للبشرية، يعني من علوم من أخلاق من كل شيء، راح نناقش شو قدم القرآن للبشرية مع أخونا أحمد. يا ريت تكونوا معنا بكرة الساعة 8 بتوقيت لندن. أشكركم أصدقائي. بسيط عفواً أعذرني. طبعاً أنا يعني قناتي تغير اسمها فقط أقولكم، من أبا الحكم بن كثير صار قناة إنسانيون. طبعاً ساعدني بي أخويا جان، ما كنت أعرف كيف أسويها يعني، أشكره طبعاً. فبس حبيت أقول إنه اسم قناتي تغير إلى إنسانيون. شكراً. تمام. أشكركم أصدقائي. طبعاً القناة أخونا أبا الحكم إنسانيون، موجود الرابط بكل الحلقات تحت الفيديو، وعلى كل الحلقات تحت الفيديو موجودة. الأصدقاء الحابين يشوفوا ويزوروا قناة أخونا أبو الحكم إنسانيون. طبعا بالنهاية أحب أوصيكم أنه تشتركوا بقناة الجهر بالإلحاد هي والاحتياطية، وقناة شبكة تنوير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. طبعا تشتركوا بقناة أخونا أبو الحكم إنسانيون. أشكركم أصدقائي وأشوفكم بكرة الساعة 8 بتوقيت لندن مع أخونا أحمد حقان. إلى اللقاء.